فريق المولودية الوجدية ما جاش على نقطة، جا على ثلاثة نقاط، جينا باش نحققوا انتصار رغم صعوبة اللقاء اللي كنا كنعلموا بأن غتكون صعيبة علينا. فريق الرجاء فريق كبير، لكن هادشي ما كيمنعناش باش ما نطمحوش لثلاثة نقاط هنا في مدينة الدار البيضاء. الحمد لله نقطة حتى هي منصفة لينا، وكنتمنى إن شاء الله نكملوا في هذا المشوار هذا ونهيو الموسمين في مرتبة إن شاء الله اللي تشرفنا وتشرف الجمهور ديالنا إن شاء الله. بالنسبة للتعادل ديال اليوم، تعادل بالنسبة لنا إيجابي، لأن كنا جايين باش ناخذوا ثلاث نقاط، يعني ما تأثرنا ذلك لأن لعبنا مع فريق كبير فريق الرجاء البيضاوي، وبطبيعة الحال يعني اللاعبين ما هبطوش.